أيها الناس، أيها الناس، لا تصدقوا ما يقال عن موت الهادي مسموما بيد أمه الخيزران. أين الدليل؟ لا بد من شاهدين. أما أن نأخذ الناس بالشبهات والظنون فذلك حرام، 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 والله العظيم حرام. يقول الله تعالى: إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن كل الظن إثم. كانت الخيزران وولدها يتربصان ببعضهما، ولكن المرأة الداهية سبقت إلى التخلص منه. يا إخوان، يا إخوان، ما لنا والحديث عن مقتل الهادي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من شهوة الحب. إنها كحب الأم لولدها والأخ لأخيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت هنا منقطع للقراءة، ولا تدري بما يحدث في الخارج. وما الذي يحدث بالخارج؟ الناس لا حديث لهم إلا عن مقتل الهادي، فالبعض يتهم أمه الخيزران، والبعض الآخر يتهم أخاه الرشيد. أعوذ بالله من سوء الظن، إن بعض الظن إثم، صدق الله العظيم. بعض الظن، ولم يقل سبحانه وتعالى كل الظن، فما رأيك في ذلك؟ رأيي أن نسكت عن الخوض فيه بغير علم. لكن الشائعات لا تسكت. يا أبا الحسن، خير ما نفعله هو أن نسكت عنها ولا نشارك فيها، فمهما قلنا هي كالنار تزداد اشتعالا كلما نفخنا فيها، وليس هذا في مصلحة الجماعة. لكني أخاف من الفتنة التي قد تسود وتعصف بالحاكم والمحكوم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كنت أنوي الخروج لأداء العمرة، لكني رأيت تأجيلها حتى أطمئن على حال الخلافة. لا ينبغي أن تؤجل الفرض الواجب لأمر كهذا. العمرة سنة، وما قال أحد إنها فريضة، فالإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقولان إن العمرة سنة، وأنا أختلف معهما وأراها فرضا واجبا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فالعمرة هنا معطوفة على الحج، والحج فرض، ولهذا فهي تأخذ حكما. ولكن الآية الكريمة تقول: ولله على الناس حج البيت، ولم تذكر العمرة. العمرة داخلة في لفظ الحج. كيف يا شافعي؟ يقول تعالى في كتابه العزيز: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فما دام هناك حج أكبر فهناك حج أصغر، وهو العمرة. أنت كما أنت، لازلت على عادتك، تهوى الاختلاف حتى على ما اتفق عليه الحنفية والمالكية معا. الحمد لله أن الخلاف لا يفسد للود قضية، وإلا لما قامت المحبة بيننا. لنا أمير المؤمنين. أنتم أهل الحل والعقد. أردت أن أبدأ بكم امتثالا بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. يا مولاي، لا خاب من استخار، وما ندم من استشار. وما الذي ترونه في صالح الجماعة؟ علينا أن نقوم بتقوية الثغور حتى نصد غارات الروم عن أرض الخلافة. لا ينبغي أن ننتظر هجمتهم، بل نهاجمهم. وقد عاهدت الله أن أحج عاما وأغزو العام الآخر في سبيل الله، وماذا بخلاف ذلك؟
بعض الناس يا مولاي يعيشون في بذخ وترف، والآخرون يعانون الفقر والحاجة. كل الناس لابد أن يجدوا ما يحتاجون إليه. كم من المال يا خازن بيت المال يجيئنا كل عام؟ 7500 قنطار، بما يساوي 75,000 من الدنانير كل عام. ذلك بخلاف الضريبة العينية التي تشمل الأقمشة والحبوب وغيرها. وهل تكفي هذه الأموال لإطعام كل جائع وكسوة كل عار وإيواء المشردين؟ تكفي وتزيد لو أنفقناها في مكانها الصحيح. الأموال لا تصرف من بيت المال إلا بأوامر الخليفة. أوامر الخليفة وحدها لا تضمن سلامة الإنفاق، لابد من قواعد تنظم هذه النفقة. القواعد واردة فيما أمر الله به ونهى عنه. ذلك أول ما أطلبه منك يا أبا يوسف، عليك أن تحدد لنا ما يطلبه منا الإسلام في هذا الشيء. الإسلام يحدد موارد الدولة ويوضح طريق جباية هذه الموارد، ثم يبين كيفية صرفها وإنفاقها. هذه الجوانب الثلاث عليك أن تبينها بالتفصيل الدقيق. سوف أبينها في كتاب سميته الخراج، حددت فيه سياسة الجباية والإنفاق. يا أبا يوسف، ليس لك أن تضيق على مولانا الخليفة في الإنفاق على نفسه أو غيره. الخليفة هو ولي الأمر، وإذا كان الله تعالى أعطاه سعة من المال فهو أولى الناس بالاستمتاع به. كل ما أحتاج إليه نفقات زواجي. لا بأس في ذلك يا مولاي، بما يناسب مكانتك. المناسب لا حدود له يا أمير المؤمنين، وأنت أهل لما يأتيك من خير. بارك الله زواجك يا هارون. ادعي لي يا أمه. أخاف ألا يستجيب الله لي وهو يرى ما فعلت بأموال المسلمين. وماذا فعلت بها؟ بددتها على زواجك. سمعت أنك أنفقت على زواجك بزبيدة 39,000 درهم. تلك مبالغات يرددها العامة. جئت لها بالمغنيين من فارس والروم، ووضعت تحت أقدامها بساطا عليه صور من ذهب تكلفت 1,000 دينار. اطمئني يا أماه، ما زادت النفقات عن 35,000 درهم، لقد أحصاها كاتب بيت المال. 35,000 درهم؟ ألا تخجل من نفسك؟ لقد أقام جدك المنصور الدنيا وأقعدها حينما دفع المهدي 1,000 درهم مهرا لي. لقد تغير الزمان يا أماه، وصارت خزائننا تضيق بما فيها من أموال. أليس الأنفع أن تجهز بفائض الأموال جيشا يصد هجمات الروم على الثغور، أو ينشر الإسلام إلى ما وراء النهر؟ أليس هذا أنفع من أن تبني قصرا لزبيدة من أجمل القصور؟ إن شئت يا أماه، صنعت في قصرك ما صنعت في قصر زبيدة. ومن هي زبيدة حتى أقلدها أو آخذ عنها؟ يا ضيعة الرشيد، وقد صار أمره إلى امرأة تدفعه إلى السفه والطرف على هذا النحو. لا تخافي يا أماه، لا تخافي. لو أعرف أن الأمر يصير إلى هذا الحال ما عرضت الهادي عندما أراد أن يخلعك من ولاية العهد ويعهد بها إلى ولده جعفر. جعفر الصبي أصلح مني؟ ربما كان حريصا على أموال المسلمين لا يبددها بهذا السفه. سوف ترين يا أماه أنني لست كما تحسبين، إنني أدرك أمانة الحكم ومسؤولية الحاكم.
لقد اخترتك يا يحيى وزيرا لي، والوزير عين الخلافة في أمور الحكم، إياك أن تغفل لحظة واحدة. والله والله يا مولاي لا يكون شيء في الخلافة إلا وأبلغتك عنه. وأنت يا ابن الحسن سوف تترك ولاية القضاء في الرقة. أترك ولاية القضاء؟ والله ما رغبت فيه يوما، لكني أخاف ما يقوله الناس عندما تعزلني عنها. لا أعزلك لقصور أو تقصير، ولكن أريدك إلى جواري لا يشغلك عني شيء. الأمر ما يراه أمير المؤمنين. سمعت أنك جمعت فقه أهل العراق في كتاب يقال له المبسوط. ما أتممته بعد. عليك أن تتمه بمعاونة أبي يوسف. وأنت يا أبي يوسف لن تكون قاضيا بعد اليوم، سوف تصبح قاضي القضاء. قاضي القضاء؟ القاضي الذي يعود إليه القضاة في كل الأمصار للتأكد من سلامة الحكم الذي أصدروه. أسأل الله تعالى أن يعينني على ما كلفتني به. وأنت يا حسان تعمل في ديوان الزنادقة منذ سنوات، أريدك أن تتولى أمر هذا الديوان. مسؤولية أسأل الله أن يعينني عليها. أريدك أن تضع الخطط والوسائل التي تكفل مطاردة الأحاديث الزائفة ومعرفة مصادرها. سأفعل إن شاء الله يا مولاي. لديك من الأموال ما تطلب ومن السلطان ما تريد، ولكني لا أريد أن يصل إلى الناس حديث واحد زائف. لن يطول الوقت قبل أن يحسم هذا الأمر. هل يريد أحد منكم أن يضيف شيئا؟ عفوا يا مولاي أمير المؤمنين، أين نصيب العلماء الذين يدافعون عن الدين الصحيح ويكشفون الأحاديث الزائفة؟ كل من يؤذن في المساجد له 1000 درهم، وكل من يحفظ القرآن له 2000، وكل من يحفظ القرآن ويروي الأحاديث الصحيحة له 4000. بارك الله فيك يا مولاي. هذا أمركم، أما عن أمري فقد عاهدت الله أن أحج عاما وأغزو عاما، ولسوف أبدأ بالحج هذا العام إن شاء الله. يا شافعي، الرشيد يهم بالخروج لأداء فريضة الحج، والناس يتوافدون على مقره يتمنون له سلامة الذهاب والعودة. أدعو الله أن يتقبل حجته وينفعه بها وينفعنا أيضا، فصلاح الحاكم من صلاح الرعية. يقول بعض السلف وأقول معه، لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم. ما رأيك لو ذهبت معي تحمل له دعواتك وتمنياتك؟ لا أظن رشيد يعرفني. وأعرفك به وسوف يرحب بذلك، لأنه حريص على جمع العلماء من حولي. عفوا يا أبا الحسن، أنا لا أحب التودد إلى الخلفاء والأمراء. ماذا؟ هم الذين يحتاجون إليك. من يحتاجني يبحث عني ولا أبحث عنه. عجيب أمرك، تذهب إلى الليث في مصر وترفض الذهاب إلى الرشيد في بغداد. الليث آخذ منه العلم. صدقت، لا شيء يعدل طلب العلم. هناك مسألة أريد أن أستمع إلى رأيك فيها. ما هذه المسألة؟ النسخ، نسخ بعض أحكام الشريعة واستبدالها بغيرها. النسخ هو رفع حكم سابق بنص لاحق، والنسخ موجود في كل الشرائع السماوية وفي كل شريعة على حدة. فشريعة موسى عليه السلام نسخت أحكاما قبلها، وشريعة عيسى عليه السلام نسخت أحكاما في شريعة موسى. كتحريم يوم السبت؟ أجل، وشريعة الإسلام نسخت كثيرا مما كان قبلها، كما أن في ذاتها ناسخا ومنسوخا. لكن
ما الحكمة في أن يجيء الله بحكم نعمل به بعض الوقت ونبطله بعد ذلك؟ أليس الله أعلم بعباده من البداية إلى النهاية؟ يا أبا يوسف، شريعة الإسلام جاءت على قوم ليسوا ذوي دين، ولو جاءتهم التكاليف جملة واحدة لنفروا منها، ولذلك جاءت شيئا فشيئا، حتى إذا ذاقوا بشاشة الإسلام واستأنسوا به حرمت أشياء كانت مباحة وفرضت تكاليف لم تكن من قبل. وأبرز الأمثلة على ذلك تحريم الخمر الذي جاء بالتدريج الذي تطيقه الجماعات. مولاي أمير المؤمنين الرشيد يقضي مولاي محمد بن الحسن على الفور. قم إليه يا أبا الحسن لعله يريد أن يلقاك قبل أن يخرج للحج. مجلسي هذا أحب إلي من سواه. أبلغ أمير المؤمنين أنني سوف ألقاه بعد عودته من الحج. أمر مولاي. أكمل يا شفعي، أكمل. أقال هذا؟ لقد أبلغني الجندي بذلك يا مولاي. انصرف. تجاوز محمد بن الحسن قدره، كيف لا يستجيب لأمير المؤمنين عندما يرسل في طلبه؟ لابد أن هناك ما يمنعه. يمنعه عن أمير المؤمنين؟ أنت يا مولاي من رفعته إلى هذه المكانة. وضعته في مكانة العلماء التي يستحقها. كان الأولى به أن يقدر لأمير المؤمنين ما أعطاه له. يا يحيى، متى أخذ الرجل مكانه بين العلماء صار سيد نفسه، ولا أحد يقيد حركته أو يحد إرادته. وماذا يا شافعي عن التكاليف التي فرضت بعد نسخ ما سبقها؟ من هذه التكاليف أن المسلمين لم يؤمروا بقتال المشركين في مكة لأنهم كانوا أقلية ضعفاء، فلما كثروا واستقروا في المدينة نزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. وهل يمتد النسخ إلى كل أحكام الإسلام في العبادات والمعاملات؟ هناك أشياء ثابتة لا نسخ فيها، وهي ما اتفقت العقول على حسنها، فلا خلاف مثلا حول الإيمان بالله وبر الوالدين والصدق في الحديث. ولهذا نلاحظ أنه لم يكن هناك نسخ يذكر في مكة التي نزلت بها قواعد كلية، وإنما كان معظم النسخ في المدينة حيث اقتضت الحكمة الإلهية تمهيد الأحكام التي يقوم عليها المجتمع الجديد ومسيرة المتغيرات التي تطرأ عليه. وددت لو حددت لي قواعد النسخ بالنسبة للقرآن والسنة. الكتاب ينسخ ما جاء في الكتاب، والسنة تنسخ ما جاء بالسنة، والسنة لا تنسخ ما جاء في الكتاب، لقوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وكذلك قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والسنة لا تكون خيرا من القرآن. يرى بعض العلماء أنه لا يوجد نسخ في أحكام القرآن على الإطلاق، وذلك لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويقولون إن الآيات المدعى نسخها والآيات الناسخة يمكن التوفيق بينها بشيء من التأويل. أنا لست مع هذا الرأي، وأرى أن النسخ من كمال الشريعة الإسلامية ومن جوانب التيسير فيها. هل هذا رأي الإمام مالك؟ هل سبق وأن تحاورتما في هذا الأمر؟ شيخ الإمام مالك يوافقني على هذا الرأي. القرآن كلام الله لا نجادل فيه، لأننا لو جادلنا جاء رجل أفصح من سابقه فنقض ما قال به الأول، وهكذا يتبدل فهمنا للقرآن كل حين. ولهذا
حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك حين قال: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يا إمام مالك، يا إمام مالك، أبشر يا إمام، خيرا إن شاء الله. رأيت البارحة فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جالسا في مسجده ويقول: هاتوا مالكا، فجاءوا بك وأنت ترتعد من الخوف. فقال صلى الله عليه وسلم اجلس لا بأس عليك. فجلست، فقال لك: افتح حجرك. ففتحت، فملأه مسكا منثورا وقال لك: ضمه إليك وانشره في أمتي. رأيت ذلك بالفعل يا عبد الله؟ نعم، أنا لا أكذب على رسول الله. الرؤيا تسر ولا تغر، الرؤيا تسر ولا تغر. يا إمام مالك، يحيى البرمكي وزير الرشيد يستأذن في الدخول. يدخل على الفور. تفضل بالدخول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى المدينة بعد انتهاء الحج، ويرغب في أن يحضر درسك في المسجد النبوي. مرحبا به في موعد الدرس. جئت إليك بهدايا 3 جمال محملة بالثياب والعطور والنعال، فضلا عن جاريتين و2000 دينار. لا نرد الهدية، وقد جاءنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أعطاه الله رزقا من غير مسألة ورده فكأنما رده على الله تعالى. بقي شيء أريد أن أحدثك بشأنه، لكني أشعر ببعض الحرج. تكلم بما تريد، فليس عندي ما أخفيه وما أظهره. تعلم يا إمام ما بين الأمويين والعباسيين من عداء؟ أعرف ذلك. هناك بعض الأحاديث النبوية التي وردت في معاوية بن أبي سفيان تزكي الأمويين وترفع شأنهم. وماذا تريدني أن أفعل بها؟ إن شئت تجنبت الإشارة إليها في حضرة الرشيد عندما يحضر إليك، لك أن تتكلم في أي أحاديث أخرى حتى لا يشعر بحرج من الإشادة بأعدائه. لقد حضر الإمام مالك. تأخرت يا إمام مالك، تأخرت، فأمير المؤمنين في انتظارك. بل جئت في موعدي المحدد. أمير المؤمنين هو الذي تعجل الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أمير المؤمنين. بارك الله فيك يا إمام دار الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. حدثنا نافع. أنا رأيت غير هذا الحديث تبدأ به، وقد نبهتك ألا تشيد ببني أمية. ألا تعرف أن معاوية هو رأس الدولة الأموية؟ أخاف أن أكون ممن قال الله فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دعي الإمام يتحدث بما يشاء يا يحيى، إنما جئتك لأشيد بكتابك الموطأ وأجعله نورا يهتدي به المسلمون حيثما كانوا. جعله الله كذلك. ما رأيك فيما لو أمرت بتعليق الموطأ على الكعبة المشرفة وجعلته مصدر الرأي والإفتاء في زمان راجت فيه الأحاديث المضللة؟ لقد أراد ذلك
أبوك المهدي وجدك المنصور، ولكني خالفتهما، فما أحب أن أحمل المسلمين رأيا واحدا ولو كان رأيي. اختلاف المسلمين في المسائل الفرعية رحمة بهم وتوسعة عليهم. لكني لا أرى من هو أعلم منك في هذا الزمان. علماء المسلمين منتشرون في مختلف الأقطار، وكل يرى نفسه مصيبا فيما يذهب إليه، وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يختلفون في المسائل الفرعية، فالاختلاف وارد. نفعنا الله بعلمك يا إمام. أول ما يبلغ الحلم ولدي الأمين والمأمون سوف أبعث بهما إليك يتلقيان علمك. مرحبا بهما في كل وقت. بقي أمر آخر. لقد من الله علينا وأعطانا الكثير من نعمه وفضله، وليس من اللائق أن يبقى منبر رسول الله على حاله. سوف أصنع بدلا منه منبرا من الذهب الخالص المطعم بالفضة والمزين بالجواهر. بالله عليك لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فهذا المنبر القديم يحمل آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام التي لا يعوضها ذهب ولا فضة. الرأي ما تراه يا إمام دار الهجرة. لو أن عندك فضلا من مال فلتنفقه في معاونة أهل المدينة، أبناء المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنا. كل ما يلزمهم ويحتاجونه نقدي إن شاء الله. ولتصرف جهدك الموفق لمواجهة هؤلاء الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروجون الزائف من الحديث. صاحبكم يهنئكم بنجاحكم ويعدكم بالثواب الجزيل من ماني لقاء ما فعلتموه لهدم هذا الدين. متى تخبرنا بمن يكون هذا صاحبنا؟ لا، ليس لي اختاركم به، هذا شرطنا، وإنما علي أن أنقل رسائله إليكم. إنه معجب بكم كل الإعجاب. بالأمس كان يصلي بمسجد بغداد وسمع خطيب المسجد يستشهد بحديث موضوع، فأدرك أن الأحاديث التي وضعناها تمضي في طريقها المرسوم. أي حديث هذا الذي سمعه؟ إنه الحديث الذي يقول فيه نبيهم محمد إن كل الفضائل وحسن الأعمال إنما تنسب إليه وحده بغير حرج. لا أذكر هذا الحديث. هو من بين عشرات من الأحاديث التي وضعناها، ولكن صاحبكم يعرفه جيدا لأنه هو الذي وضعه بنفسه قبل أن يبعثه إليكم لترسلوا به إلى خراسان. وانتشر في خراسان وعاد ليدخل إلى خطباء المساجد في بغداد. أي توفيق هذا قدره لنا ماني. صاحبكم يبعث إليكم بعشرات من الأحاديث الموضوعة الجديدة ويطلب منكم أن تضعوا لها المتن الملائم قبل أن ترسلوا بها إلى بلاد ما وراء النهر. سوف نضعها بعد إتمامها داخل سروج الخيول، ثم ينقلها رجالنا إلى حيث نريد. خذوا أقصى درجات الحيطة والحذر، ها؟ لأن الخليفة هارون الرشيد يريد أن يتقرب إلى العامة بضبط وضع هذه الأحاديث. سمعنا أنه وضع رجلا اسمه حسان على ديوان الزنادقة.
مهما فعل حسان أو غيره فلن يصلوا إلينا. نحن نعمل من أجل ماني وفي حمايته، وماني لن يضيعنا. مولاي، الشاعر أبو العتاهية بالباب يستأذن في إلقاء قصيدته في أمير المؤمنين بمناسبة عودته إلى بغداد. إذا كان سيقول مديحا لا أريد أن أسمعه، وإن كان سيقول غير ذلك أدخل. السمع والطاعة لمولانا الخليفة. يا حراس، أدخلوا أبا العتاهية. السلام على مولاي أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أريد مديحا كما قلت. أمر مولاي، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. أحسنت. يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. أحسنت. فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. جئت بك كي تسر مولانا فأحزنت. دعه يا يحيى، رآنا في عمى فكره أن يزيدنا منه. يا يحيى، لا ينفعنا غير العمل الصالح، وليس أصلح من العمل الذي يقصد به وجه الله. انصرف يا أبا العتاهية. أمر مولاي يا أمير. ما الأخبار يا صاحب البريد؟ صارت الأمور على خير ما يرام أثناء غيبتك بالحجاز يا أمير المؤمنين. أما من شيء بشأن الزنادقة؟ أما وصلنا لمن يحرضهم لإفساد هذا الدين؟ صاحب الزنادقة يعمل لمواجهتهم، وأنا أيضا جاءتني أخبار من السوق عن صانعين يعملان في صناعة السروج، يروجان الشائعات ويتظاهران بالغيرة على الإسلام بينما يحقدان عليه. وماذا تنتظر؟ أنتظر استكمال المعلومات عنهما. نحن نضعهما تحت مراقبة دقيقة، فإذا ما ثبتت المعلومات نضبطهما على الفور. شيخي أبو حنيفة، لا يكفر مسلما بذنب صغيرا كان أو كبيرا. أصاب فيما قال، وشيخي مالك يقره على ذلك. أراد أبو حنيفة بذلك أن يرد على أصحاب البدع الذين يكفرون مرتكب الكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل مذنب له أن يتوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. سيدي يحيى، وزير الرشيد يستأذن في الدخول. يدخل على الفور. أمر سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان الرشيد يراجع خازن بيت المال، فتبين له أنه لا ترد أموال للخلافة من جزيرة العرب. هذا موضوع قديم منذ خلافة المهدي، وقلت رأيي فيه. لقد قلت له فتواك في هذا الشأن، وكلفني أن أراجعها معك. الرأي ما قلته من قبل، لا تؤخذ الجزية من العرب، وللرشيد أن يلتزم بشرع الله أو يخرج عنه. انتظر يا يحيى،